What is it you're chasing? What is it you're running from? If it's your past, Miss Croft. I ask myself that all the time. Run! Get her! Sometimes I swear you have a death wish. Maybe you do. No! Laura! ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم مع مراجعه مسلسل توم ريدر ذا ليجند اوف لارا كروفت من الممثلين الأمو بالاداء الصوتي هيلي اتويل وايرل بيلون، والمسلسل كتابه وانتاج تاشا هيو. مسلسل توم ريدر ذا ليجند اوف لارا كروفت مستوحى احداثه من سلسله العاب الفيديو الشهيره توم ريدر، واللي ظهرت من سنه 1996. اما بالنسبه للفتره الزمنيه اللي بيتكلم عنها المسلسل، فهي بتقع بعد احداث الثلاثيه الاخيره، وهي توم ريدر ورايز اوف ذا توم ريدر واخيرا شادو اوف ذا توم ريدر. المسلسل مكون من 8 حلقات ونزلوا على شبكه نتفليكس يوم 10 اكتوبر سنه 2024. كالعادة وفي آخر كل مراجعة حابب أقول كلمتين، فاللي عايز يسمعهم يستنى لآخر الفيديو أو يجري المراجعة ويسمعهم. بيبتدي المسلسل وبنشوف لارا في مهمة ومغامرة جديدة في غرب أمريكا الجنوبية، وتحديدا في جمهورية تشيلي، علشان هناك كانت بتدور كعادتها على كنز غامض، وكان معاها المعلم بتاعها كونراد روث. فوقت لما كانت هي بتهرب من الحراس، اتفاجئت بجدار غريب، واللي عرفت منه ان هي خلاص وصلت لمكان الكنز اللي في الخريطة اللي كانت معاها. وبعد ما تسلقت الجدار الكبير، حددت لروث مكانها علشان يقابلها هناك. وبعد ما تخطت مجموعة من الصعاب، وصلت للكنز واللي كان عبارة عن صندوق اخضر غريب الشكل. وأول ما وصل لها روث هناها على اللي عملته وأخد الصندوق، لكن لارا بعد ما شافت رسمة على الجدارية اللي في نفس المكان حست بخطر، وبيبتدي أحداث المسلسل. بعد ما أعلنت نتفليكس عن سلسلة مسلسلات هتعملها أنيميشن، وبعد ما شفت مسلسل ترمينيتور زيرو اللي نزل من كام شهر، كنت متحمس جدا عشان أتفرج على مسلسل توم ريدر. فبعد ما اتفرجت على المسلسل كان في كام نقطة كده عجبتني. أول نقطة إن الجمهور اللي ما عندوش فكرة عن سلسلة ألعاب توم ريدر والقصص اللي فيها ممكن يتابع المسلسل ده عادي من غير أي مشاكل، علشان كل جوانب القصة اتغطت في المسلسل ده، فاللي هيتابع مش لازم يكون عارف أي نقطة زيادة من حيث القصة من أي مصدر خارجي. اللي عجبني كمان في المسلسل ده إن كل حلقة كانت في مكان مختلف في العالم، والنقطة دي ممتازة علشان اللي هيتفرج على المسلسل مش هيحس بالملل وقت متابعة الأحداث. النقطة الثالثة الجميلة كانت الرسومات والمزج ما بين رسومات الثنائيات الأبعاد مع رسومات الثلاثيات الأبعاد بطريقة جميلة جدا، بالإضافة لحركة الشخصيات كانت مناسبة. طبعا مستوى الرسومات مش زي رائعة نتفليكس أركين، لكنها كانت مقبولة مش وحشة، بالإضافة للأداء الصوتي كان مناسب جدا للشخصيات، وخصوصا الأداء الصوتي لإيرل بيلون واللي رجع لنا من عالم الألعاب علشان برضه يأدي شخصية سوت جونا في المسلسل ده، بالإضافة لطريقة سرد أحداث القصة كانت مثيرة، ومشاهد الفلاش باك زودت عيار الدراما في القصة. أما بالنسبة للنقطة اللي ما عجبتنيش، أول حاجة كانت شخصية الأنتاجونيست أو الشرير اللي في المسلسل اتأدت بطريقة تقليدية جدا. تاني مشكلة، نتفليكس كالعادة مستحيل تعمل فيلم أو مسلسل إلا ولازم تحشر فيه شوية أجندات. ثالث مشكلة في المسلسل ده إن لارا كروفت بالنسبة للقصة كانت عايشة في الماضي وفي المأساة اللي حصلت بطريقة أكتر من اللازم. خلاصة الكلام، مسلسل توم ريدر ذا ليجند أوف لارا كروفت مسلسل فيه مغامرة جميلة ومسلية برغم المشاكل اللي قلتها. تقييمي لمسلسل توم ريدر ذا ليجند أوف لارا كروفت هو 7/10،
واللي اتفرجوا على المسلسل وعجبهم ياريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب عجبهم ليه، واللي اتفرجوا وما عجبهمش ياريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب علشان نبقى نتناقش مع بعض. وقبل ما اقول سلام، اللي متعود يدخل السينمات عشان يتفرج على افلام اجنبيه او مشترك في منصات اجنبيه ياريت بلاش، عشان المنتجين بياخدوا فلوس كنتو وبيتبرعوا بيها لجهات غير مرغوب فيها. فانا عن نفسي افضل ان احنا نستنى شويه لحد ما الفيلم ينزل على المنصه المجانيه ونتفرج عليه. وبعتذر ان طولت عليكم. سلام.